طيب من سعيد صالح الله يرحمه نروح لمحافظة مطروح اللي انتهت تماما من كل مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة واللي شهدت تنفيذ بنتكلم في 103 مشروع في 11 قرية دلوقتي. دلوقتي كمان المحافظة بتستعد للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. تعالوا نشوف أبرز ما يميز هذه المشاريع من خلال المشروع من التقرير التالي. بنسبة تنفيذ 100% أنهت محافظة مطروح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي استمرت على مدار عامين، تم خلالها تنفيذ 103 مشروع في 11 قرية بتكلفة بلغت قيمتها 217 مليون جنيه. أعمال المبادرة شملت مركز مطروح بقريتي حلزين وكشكوك عميرة، ومركز الضبعة بقرى فوكا وسيدي جبيب وزاوية العوامة، ومركز الحمام بقرى السلام وسيدنا هود، ومركز سيوة بقريتي المراقي وبهي الدين، ومركز براني بقريتي أبو مزهود وشماس. مبادرة حياة كريمة بمطروح ما توقفتش عند أعمال الإنشاءات بس، لكنها سعت كمان إلى إعانة الأسر غير القادرة على سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء، وبدأت الخطوات الجادة بقرار من وزارة التنمية المحلية اللي وجهت بتنظيم لجان لمعاينة الأسر غير القادرة علشان تقوم بدعمهم والسداد عنهم، وأجرت لجان التنمية المحلية عمليات تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، وانتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة للدعم بإجمالي عدد 1107 مستفيدين على مستوى القرى. خطة جديدة من التطوير والبناء وتوفير الحياة الكريمة لأهالي مطروح بتستهدفها المرحلة الثانية من المبادرة، وده من خلال ترشيح حوالي 23 قرية، ومن المقرر انطلاق أعمال المبادرة بيها خلال الفترة القادمة.